قل ما أسباب الفتور عن الطاعة والتكاسل عنها، وما أفضل عمل أعمله لأنشط في عمل الخيرات؟ هذا يختلف باختلاف الناس. فتور عن العمل والكسل يحصل بعدم الرغبة في الخير أو مخالطة الكسالى، عليك بمخالطة الأخيار، وعليك بتدبر القرآن والسنة تنشط على العمل بإذن الله، وعليك بتعويد نفسك، تعويد النفس، عود نفسك على الخير ولا توافقها على الكسل والفتور، فالنفس إذا عودتها اعتادت على ذلك، وإذا تركتها مع الكسل فإنها تجمع إلى الكسل دائما. خذ على نفسك، خذ زمام نفسك يا أخي.